قصة النهارده عن التعلق والفقد عن علي الطفل الصغير اللي اتعلق بجده بشكل مش طبيعي وفجأة اختفى الجد من حياته مات الله يرحمه ولحد دلوقتي أمه علي وأبوه مش عارفين يقولوا له ازاي الموضوع ده كل اللي قالوه إن جده مسافر بس الولد مش قادر ينساه مش بيبطل يدور عليه في كل حته في البيت وكل شويه يقول أنا زعلان عشان جده نسيني ما بقاش يسال عليا ودخل في حاله نفسيه صعبه ما بقاش بياكل بقى بيسهر الليل كله واهله مش عارفين يعملوا معاه ايه عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور نانسي لبيب استشاري الصحه النفسيه ازيك يا دكتور ازيك منوراني اخبارك ايه؟ كله زي الفل ايه رايك يا دكتور في قصه النهارده بتاعت علي؟ إيه بصي انا يعني عايزه احييكي على الاختيار شفتي حلوه ازاي؟ الموضوع ده مهم جدا 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 مم. ويمكن انا بعذر الاهل بالرغم من عدم اتفاقي من اللي عملوه لان في فقر في المعلومات دي في الحته طبعاً دي طبعا يعني هم ما يعرفوش وما فيش فعلا توعيه في الحته دي قوي يعني ده مش بيتقال بس في راي تاني بيقول لك انا ما اعرفش انت مع الراي ده ولا لا انه بلاش نتعلق باولادنا قوي عشان احنا مش قاعدين لهم كتير ده حقيقي يعني بدل ما ادي ابني كل الحنان وكل الحب واعمل له كل حاجه وحتى يفتكرني بيها بعد كده ما علقوش بيا امشي؟ يعني بصي هو ما لا يدرك كله لا يترك كله اه يعني نديله على قد من ما نقدر بالظبط لحد ما نمشي ومن غير ما نعمل تعلق مرضي من غير ما يعني ايه تعلق مرضي؟ هقول لك بسهوله جدا حاجه م. هتلمس كل الناس واكيد شافوها من غير ما نعمل راجل بيني وبينك كانه متجوز مامته ونعمل بنت كأنها متجوز ب... متجوزة باباها يعني بيعملوا ايه قولي لي كده صفاتهم عشان. أكيد تعلق إيه؟ مرضي واحد كل حاجة لازم ماما كل حاجة لازم يحكيها لها بدون اي خصوصية عنه عن اصحابه عن كل التفاصيل مفيش شخصية مفيش مساحة خاصة مفيش حاجة مناسبة او غير مناسبة مفيش حدود <applause> خلاص لا يعني انا قصدي ان هو, ده ده هو مش عارف المردي. يستقل بشخصيته او برايه بس ده لحد سن كام يعني هم صغيرين بيتهيالي يا دكتور ده مفيد اعرف صحابه بيفكروا ازاي هتروحوا فين هتشربوا ايه هتاكلوا ايه هتعملوا ايه عشان ادرس اللي بيحصل لحد سن كام انا المفروض ابني ما يبقاش متعلق بيه قوي عشان ما يبقاش ابن زي ما بيقولوا هو ده بيتربى برضو يا سالي من الصغر يعني ما ينفعش ابقى طول الوقت قاعده في وسط مثلا طفلين وهم واصحابهم بيلعبوا بجد هم الأمهات اللي بتراقب من تحت الوقت. لتحت و من تحت لتحت دي آه. يعني هو بيلعب في التمرين وأنتي بتروحي تبصي بصة وتيجي ده ما فيهوش مشكلة ده الاطمئنان ده بتشوفي الكابتن بيعمل إيه بتشوفي ابنك اجتماعي مع بقية الأطفال ولا لأ هم. ده مناسب وفي مكانه هم. إنما تبقي في وسط الملعب على فكره في امهات بتبقى في وسط الملعب م. انا مش بهزر ده بجد ده بتبقى قاعده مستنيه ده بجد فده أيوة. ده بيعمل تعلق واقفه جنب مرض. الكابتن الكابتن يروح ويجي وهي رايحه كابتن عايز اسالك <applause> عن الولد يا دي. مدام في ماتش ما دام مش وقتك انا بتكلم بجد فعلا ده بيحصل بتحسن. وكتير مش قليل طب يعني ده بيسبب تعلق مرضي طب اللي جد علي عمله معاه ده كان م. تعلق مرضي ان هو يقعد يغني له ويعمل زي عبد المنعم مدبولي الله يرحمه والشاطر عمرو والشاطر علي ده كان تعلق طبيعي مم. لأن الأطفال احنا بنتولد بلاش الأطفال بس كلنا بنتولد في احتياج لعلاقة نتعلق فيها بالأشخاص مم. ونمارس الحب الغير مشروط. الله نتشاف ونتحب بدون شروط مم. بس عشان نتزن ونكبر ناس أسوياء. يعني ده ما كانش تعلق مرضي. لا كان كان حالة طبيعية جدا بين جد وحفيده. بالظبط كده. طب لما كان بقى هو يعمل حاجة غلط ويزعق لمامته وباباه لما هما يزعقوا له ده عادي؟ يمكن ده غير جنبها. مناسب ينفعل. لا ده غير مناسب يعني طب يعني انا مع ان انا بترك للأهل مساحه من التنظيم والديسيبلينج ان هم آه تربية يعني اه بالظبط كده لازم هم يبقوا بيمارسوا ده مم. ويبقى الجدود او القرايب او ايا كان بقى كل بيت وله ظروفه بيسمحوا لماما وبابا ان هم يقوموا بده بس احنا بنشوف فعلا امثله دي موجوده كتير جدا في كل حته وما تزعلهاش كده حرام عليك تضربها انت عايز ما هي مش عايزه تنام انت عايزه تنيمها ليه بالظبط كده ما فيش احترام لان انت عايزه تعملي نظام لا ما فيش احترام ان انت مش عايزه الاولاد تاكل حاجات مسكره بالليل اه انت مهتمه بحاجات تانية ياكل سكر هو بيحب الشوكولاته بالظبط كده مش, مهم بيحب مش مهم, مهم التبول اللا الليلي مش مهم الدكتور اللي بنروح له مش مهم بقى ان احنا عندنا تاريخ مرضي للسكر في العيله فانت عايزه تقللي السكر من بدري عشان لو في فرصه انه ما يجيش في مدرسه تانية بتقول لك ما احنا كلنا اتربينا كده يعني هو الواد لما ينام الساعه 8 خلاص هيطلع يعني جهبز عصره طب آه ما احنا كنا بننام 2 و3 وطالعين كويسين اهو لا هيطلع منظم هيطلع الاهل بتاعه عندهم وقت يرتاحوا يا سالي اه اهل على طول محترقين محترقين نفسيا وذهنيا وعاطفيا انما لو مم. الاطفال دايما بتنام 8 اولا صحتهم احسن المناعه احسن استجابتهم أحسن. في المدرسه احسن والاهل بياخدوا نفس بس ساعتين ثلاثه بالليل لو <applause> <applause> <نفس تصفيق> عيني الناس مش <applause> لا طب في حكايه علي لو جيت قلت لك كده هو الاطفال بيحسوا زينا بالوجع والفرق؟ طبعا نفس الاحساس يعني زي ما انا موجوعه البيبي ده او الطفل ده اللي هو مثلا لغايه عشر سنين هو بالنسبه لنا طفل موجوع زي موجوع حس... الوجع بتاعه ما حدش فينا بيتوجع زي التاني. مين اكتر بصي الاطفال عندهم حاجه عشان مهم نفهمها بما ان آه. احنا بنوعي Please. الطفل بيحس اسرع mm. اقوى ويخف اسرع ويخف تماما. الله غيرنا mm. هم عندهم قدره على ان هم زي ما بيتصدموا جدا جدا وبالم ويتكسروا يتجمعوا ويرجع تاني انه يشفى ويبقى كويس تماما غيرنا احنا لو احنا واحنا كبار غير كده اه يعني احنا احنا <الصفيق> بنقعد نرقد شويه برد والله <الكتور> ولا كورونا وبعدين دايما عندنا حته ايه كده بواقي يعني إيه تلاقي إيه اللي جاله مثلا حد جاله فينا اكتئاب ها آه البرد برد أثر فيه ماشي مش عارف لطش مش عارف جهاز إيه أنا على الأمراض إيه؟ النفسية أكتر ايوه على الأمراض النفسية؟ آه أو. اللي جاله اكتئاب كثير. اللي جاله أي حاجة من الحاجات دي الأمراض النفسية أحيانا بيبقى فيه شوية حاجات متبقية م. إنما الطفل قليل ما يحدث هذا يعني المفروض كانوا صرحوا إن جده مات وفي مكان أحسن؟ القاعدة دلوقتي في العالم كله إيه؟ على ده وان مهما كان فجأة. السن صغير فجأة شايفه يعني سكته قلبيه؟ بنشرح على قد السن يعني لو مم. دخلنا ودورنا او ممكن بعد ما نخلص نبعت لينكس تتحط على الصفحه Please. فيها okay. ان كل سن بشرح باللي يقدر الطفل يفهمه طب لما يسالني ليه؟ يعني هقول له طب هو عند ربنا في مكان احسن وربنا خلقنا وبيحبنا وعايز لنا الاحسن طب ليه ياخد جده؟ هتقولي له ايه؟ احنا بنقول اللي حصل يعني دايما هنا التوصيات ان احنا نقول جمل قصيره واضحه مفهومه للسن ما دخلوش بقى اربع في سنين ده نقول ازاي؟ يعني لو كان الجد كان عيان اه من المح... احنا نقول المثالي وهنقول اللي يقدر يتعمل دلوقتي. ايوه السيناريو المثالي كان ان احنا نعمل مقدمه. انت جايه منين يا ماما؟ حبيبي ده انا كنت مع جده في المستشفى ده تعبان قوي ده ده, ده شكله تعبان قوي لدرجه انه احتمال يا علي ما يخفش. ما يخفش مش يموت، ما اقولش واحدة واحدة، ما أنا أنا خلي بالك. حلوة التمييز. طفل بفهمه مم معنى الموت، هو ما قابلوش قبل كده. اوكي؟ مم تاني يوم على حسب الحالة نفضل ده لسه تعبان، ده مش بيخف، ده كذا، أنت عارف يا علي إن إحنا ساعات لما مش بنخف ممكن حد يموت، يعني إيه يموت؟ يعني ما يبقاش بيتنفس. على قد السن. بس. بس ما اقعدش هو اصله طلع والسماء طب لو انا يعني عايزاه لو في إيه؟ انا عايزه اخليه يتنفس اعمل ايه؟ هتلاقي بقى اسئله هنا بقى هيبقى مهم ان يبقى عندنا حاجتين مهمين قوي 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 واحد ان الام او الاب او الشخص اللي مع الطفل وهو بيعمل كده يبقى سامح لنفسه يحس مشاعره يحتوي ويحس هو نفسه حاسس بايه ككبير اه يعني مثلا لو يعني هي يعيط قدامه يعني قصدك يا دكتور آه. أوه. أنا عايزة أعيط أعيط قدام أقول إن أنا كمان موجوعة أنا زيك؟ لك حاجة حزينة يا علي خبر وحش خبر أوه. يزعل أوه. لازم أقول اسم الشعور ده أنا النهاردة وأنا في المستشفى جده بطل يتنفس ومات وحاسة إنك فعلاً جواك الدموع عيطي ده هيخلي الطفل يتواصل عاطفياً بقى وما يغرقش في الأفكار والحاجات اللي إحنا الأسئلة دي هيحس بمشاعره مم. هيحس الفقد والحزن ده ما يخلينيش ضعيفه قدامه ان انا مش قادره احل او ان انا مش عارفه ابقى قويه قدام ابني ما هو احنا مش في حاجه محتاجين نحلها خالص. ولا محتاجين باور هنا وسلطه وحاجات بيشوفوا اهاليهم سوبر يعني سوبر هيرو عندهم سوبر باورز او هم ابويا ده خارق ده يجي يضايق اي حد يزعلني هي دي مرحله يعني آه. دي بتبقى مرحله كده وبتنتهي محدش بيكبر كده يعني دي مرحله فكريه في التطور طب ده مثلا على اربع سنين على سبع سنين يعني كل مرحلة مثلا هقول لك ننط جاب اقول ازاي كده سبع سنين سبع سنين هتقولي له ايه المرض ان هو عنده مثلا مشكلة في القلب فقلبه هيبطل يدق قلبه هيبطل يوصل حياة لبقية أجزاء لو جسمه لو لا قدر الله كانسر أقولها ازاي هيفهموا ازاي كانسر هقول له ان هو عيان عنده مرض في كل أعضاء جسمه لأن لو هو كانسر وهيموت فهيبقى منتشر اه طبعا فكل أعضاء جسمه كأنها بتطفي ولو باتري ولازم اكلمه باللغه اللي يفهمها بقى لو باتري زي الموبايل زي هو هيفهم ده اه ايه ده طب قوي احنا ما ده نقدرش ده. نشحنه هما في المستشفى بيحاولوا يعملوا كده اروح بس للحته اللي تقربني منه ودايما اقول له شعور مهم قوي يا سالي اقول له شعور طول الوقت مم. مالك يا مامي مالك يا بابا النهارده انا زعلانه ومش عارفه اعيش من غير بابايا اللي هو جده براف. انت لو باباك آه انت كمان حاسس بايه يا آه. علي تيجي نعيط شوية إن <applause> شاء شو الله محتاجين نعيط واخدهم ونعيط. اه 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 ده مفيد 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 بجد <applause> طب ليه ممكن طفل مش يجي له اكتئاب أصل في طفل بيجي له اكتئاب وفي طفل ما بيجيلوش اكتئاب. هيحزن هيحزن مم. ويحس ويفهم ويروح بقى الحضانة المدرسة أيا كان المكان اللي بيروحوا يحكي لهم عن الموت. أنت بقى فتحتي لي موضوع مهم قوي إنك بتحكي مودي. عن الموت احنا دايماً لما بنقول لهم الموت بنقول لهم إنه مكان أحسن. مكان أفضل راح عند ربنا الأحسن من الكل راح عند الجنة الحواديت يعني... اللي فيها كل السويتس اللي ممكن تتخيلها أو الحلويات <applause> اللي ممكن تاكلها الجنة اللي هتاكل فيها كل حاجة فللأسف في أطفال بقيت تفكر إن هي تروح عند جده إن أنا بقى عنده ميول انتحارية م. يعني دي حاجة شفتها م. في الكلام ده يعني أنا مش مع أو... هو لما أنا أهول عن الجنة مكان هذا بس أنا كفر. قلت الجنة دي جميلة جدا عشان ما يبقاش زعلان على جده ما كانش قصدي إن أنا أقول له روح مع جدك يا ابني عايزينه كمتخصصين في العالم آه. كله يحزن على الفقد مم. ويفهم معنى الفقد وانتهاء الحياة ولأن ده بعد كده هيتيح له فهم بداية الحياة نقطة كل بقى التحابيش خلينا نختار آه كلمات كده مهذبة <applause> التحابيش اللي احنا بنعملها دي. خلينا نقول انها غير يعني غير مفيده يعني يمكن اللي حضرتك بتقوليه ده احنا فهمناه مؤخرا انه دلوقتي بيقول لك ايه مثلا حد بيعيط انا دايما كنت اقعد انا ما تعيطيش اه انا هتصر... لا يقول لك خلي الزعل ياخد وقته ده حقيقي سيبيها تع... انا يعني دلوقتي وانا كبيره كده بقيت استوعب انه هسيبها تعيط انا اول مره اعرف حضرتك بتقوليه ده ان هو دلوقتي لا خليه يزعل خليه يزعل وخليه معنا انا لو انا ك... كام انا لسه ما عنديش خبره يعني بس لسه ما بقتش ام بس كنت اقول اخبي عليه شويه تلاقي في مذاكرتك أوديك التمرين طب ما تيجي نسافر طب تيجي نخرج بتقولي طيب رايي ده غلط تماما بصي مصر. بقى الراي ده غير مم. مستحب الا في حاله واحده إيه؟ لو كان الام او الاب اللي هو معني بخبر الوفاه هو نفسه غير متماسك خالص يعني ايه يعني منهار دخل مستشفى فده ساعتها مش هيبقى وقت مناسب لاخبار الطفل اه لو اغمى عليه او راح انتنسيف كير لا قدر الله عشان انهيار عصبي مش هنعمل فقط. كده آه. هنا مش هنبلغ طب ليه حد ممكن يجيله انهيار عصبي بسبب فقدوا حد لا يعني دي دي بتعتمد على ايه قدرات جينات تربيه ده ايه كله وتعلق دي في على دول التعلق طب ما احنا بنتعلق غصب عننا دول الاهل احنا بنتعلق تعلق طبيعي في تعلق مرضي في تعلق غير صحي هو مش مرضي هو بيبقى ابتغاء ان احنا نرضي ربنا فيهم ودول الجنه تحت رجليهم وطبيعي ان انا ابقى متعلقه بيهم برضو يا دكتور يعني مش مرضي طيب بس انا ببتامره أيوة بره بيهم مش هيعمل انهيار عصبي ده هيعمل حزن هو السكينه بتنزل من عند ربنا في كل الاحوال انا شفتها فيه في ناس هي اللي بتطبطب علينا واحنا جايين عشان نواسيهم وهما هما في المصيبه مش احنا بس ما في ناس بتلاقيها لا انهارت ويعني ده بيعتمد على, على مدى التعلق اه وتصور الحياه انها هتمضي بالرغم من الفقد وخزان التعامل مع الفقد قبل كده احنا عشان كده علي ده احلى مثال في الدنيا نقوله في الموضوع ده مم. ان انا لما هربي الطفل ده على ان هو بيتعلم ان الفقد ده بيحصل وموجود في الحياه و و و هو هيكبر يبقى ما بينهارش لما حد يموت أنتِ عارفة الأجانب مم. بيحبوا دايماً يخلوا ولادهم يربوا حاجة في البيت. حيوان أليف. كده. سه. دايماً. ليه؟ عشان الموضوع ده. والله. ومعاه المسؤولية. يعني ده الأم بتعرف من الحيوانات يعني أغلبية الأمهات تقول لا. أنا. هما فكرهم هناك مختلف لأسباب كتير. بتدي و... عشان يتعودوا. بالظبط كده. هما يعني بره برضو البيوت أريح و... 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 وتنظيمها أسهل والمساحات غير. مم. ف يعني برضو بعذر الناس هنا ولكن نقدر نعمل ده باشكال مختلفه بس احنا اطفالنا بحس ما اعرفش بقى بص انا هنحاس بقى الاطفال المصريين بقى الاطفال <applause> العربي بيحسوا اكتر يعني الولد كان حاسس دخل يكلم الحيطه يا دكتور نانسي دخل بيسال عليه كل ما يكلم حد يقول له هات جده هو حاسس ان في حاجه طبعا صار؟ هو حاسس ان جده مات يس وهو مستوعب يعني ان هو جده مات ولا مش فاهم مش فاهم طب الاطفال بتحس ازاي قوي كده هما كائنات شفافه جدا بتتواصل عاطف لا انا عايزه ترجمه للكلام ده يعني احنا عندنا 100 حاجه في مم. افكارنا عندنا 100 حاجه حصلت وظن وفكر وافتراض وهما مفيش خالص الكلام ده مم. هما حب غير مشروط وعطاء غير مشروط يعني لا بس هو مشروط بالحلويات اللي هتقدميها هتبوسه وانا اجيب لك كذا جاي <applause> ده عادي اللي بنعمله مع اطفالنا ده لو انت عودتيه على كده اه <applause> طيب هاتي بوسه انا هم في ده جاري بنت مش خوي. كده غير كده ما ولا لا عادي هوا معدي يا بنتي <applause> <applause> يا بنتي عيب يا بنتي بس ده غلط لما نعودها على كده ولا ده عادي يعني على حسب كتير يعني كل يوم تيجي تقولي فين في الكادو, الكادو بتاعتي مثلا لا مش المفروض ان كل مفروض يوم, كل يوم يبقى في كادو انت عارفه حتى لو ايه حتى لو جبت لها حاجه من اللي موجودين حتى لو كيس حلويات ده كادو جا. او جبت لها حاجه ولفتيها قلت ولفت لها ده كادو تروح واخداه وحاجه بقى شايفاها قدامنا يا ما ماكو راض بصي هو ده دليل على انها محتاجه منك اوبجكت اه محتاجه حاجه توصلها بيكي هي لو ما بتحبكيش مش هتطلب اه اوكي هي محتاجه هذا الوصال المجسد في شيء فهنا م. هوصي انك تعوديها على الوصال العاطفي اكتر يعني هي تيجي تحضني عشان هي عايز تحضني بالظبط كده ما احنا لما عملنا كده مع علي علي تعبان قوي اه عشان بيختبر الفقد لاول مره في حياته ما يتعب طب بس ان هو طفل في طفل يخس وينام مم. بالليل وقصدي ينام بالنهار ويصحى بالليل ويبقى عصبي جدا ما خلي بالنا ان احنا الاعراض دي إيه؟ مش فاهم لا دي حاله طفل في حيره ومش مم. فاهم ولو انا مكانه اه هفكر افقد الثقه في الناس دي اهله طبعا واو انت كده جبتي الموضوع ده تاني انت ده في حته تانيه خالص ايوه ما هو انت حطي نفسك انا حطيت ده كده نفسي كده الحياه صعبه قوي انتوا ما بتقولوليش تكدبوا عليا ليه؟ وما حد ما انا برضو مش متاكد فانا أوكا. حاسس بعدم وضوح وحاسس ان انا مش فاهم وحاسس ان جده مش في الحته اللي احنا فيها مم. وما حدش بيقول لي طب بس هو لما بيلاقي ساعته او موبايله بيجري عليه ويروح حاططها مثلا في مكانها تاني او كده عشان دي اوبجكت زي ما قلنا هو يعني هو عارف هو يعني جده مش هيجي ومش هيمسك الساعه تاني والموبايل تاني مش شرط لا يعني في السن بتاع علي اربع سنين ساعات بيبقوا فاكرين الموت يمكن الرجوع فيه بجد؟ اه ما هم بيبقوا مش فاهمين برضو مم. راح راح طب يعني ممكن يجي السنه الجايه حياتي, <applause> حياتي انا ممكن اعيط <تصفح> يجي السنه الجايه ما مش عارفه يجي السنه الجايه <تصفح> يعني فعشان كده مهم ان احنا هيمر بالتجربه هيمر خلاص كل اسره وظروفها ولازم نتعلم ان احنا ما احناش دورنا ان احنا ندي ولادنا بس الخبرات اللي هي حلوه ما هي الحياه كده وكده ممكن اقول لها عادي احضنيني انا عايزه اعيط يعني اتس اوكي صح يعني او انا عندي مشكله في شغلي انا عندي مشكله ما مش عارف ايه ايوه يعني اما حد من الاولاد يسال مامته وتبقى معيطة وحالها حال وتقول آه. له لا يا حبيبي ما فيش حاجة أنا كويسة ما بيقولك عشان ده بيأثر على نفسية الطفل لما احنا خلاص مش قادرين نقف على رجلينا والأمهات هي اللي شايلة فعلا أيوة ما الأمهات هي اللي شايلة مم. إنما لما الطفل يشوفك معيطة وهو شايف بعينه الدموع والعياط وشكلك مش طبيعي وحاسس بيك آه. وانت تروحي قايلاله لا 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 أنا كويسة مش له دي الرساله أبوك, أبوك بيضايقني وعايزين نمشي من البيت لا ها؟ تقولي له عندي مشكلة وكنت بعيط نقطة جمل قصيرة واضحة صادقة حلو قوي بس ما نقعدش نس ان دي 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 احنا ايه مش ممكن تخيل يا ابني انا لما كنت قاعدة مش عارفة بنقي الرز وانا بتفرج على المسلسل ابوك دخل قال لي كلمتين في جنيه. فزعت ومش طمرة آه. واللي حصل واللي وصل ايه ده كله احنا مالنا <applause> الطفل عايز انت بتعيطي انا هحل لك مشكلتك بس مالك خلاص. يا ماما معلش يا حبيبي انا معيطه عشان كنت زعلان بس جمله قصيره واضحه صادقه المفروض نصارح الطفل بعدها بقد ايه يعني حصل الوفاه اخبي قد ايه طيب ما تخبيش والله م. بس أي... يعني التوصيات دلوقتي في الوقت الحالي ده في هذه المرحله ان احنا ما نخبيش مش محتاجين م. نخبي يعني اقول تفاصيل واقول اللي حصل وجنازه قصيره ما معايا فين؟ جنازة أو دفنة أو كده؟ لو السن يسمح كام بقى؟ من أول سبعة من أول ستة They can go ممكن يروحوا المدافن؟ الفكرة السيناريو المثالي م. إن أنا بحضرهم من قبل هنا بديهم فرصة عشان لو هو أو هي عايز يودع الجدة أو الجدة اه فاديله فرصه يعني لازم اديهم فرصه يقفلوا العلاقه انه خلاص يعني هنا يعني هنقول جود باي هنا نقول آه خلاص مع السلامه وحتى لو على فكره الجد والجدة في غيبوبه انما هو بينه وبين نفسه هيفرق مع انه راح له يعني اوديه زوره اه حتى لو شايفه بخراطيم بالظبط لان هو هيبقى عايز يودع هيبقى هستواب. عايز يقفل آه. العلاقه هيبقى عايز يخلق منطق بس للي بيحصل مش يبقى اخر مشهد جده كان جنبي في الصالون وبعدين ما انا لازم احس بالتدرج آه طيب. احنا حتى ما بنحتملش موت الفجاه مش آه دايما نقول ربنا يكفينا شر موت شر الفجاه اه فجاه فج. ليه؟ لانها بيبقى ما فيهاش ستيبس. يعني دايما يوق... ما كان تعبان والله يا سالي وكانت الدنيا فيها أرتاح. ارتاح أه... بالظبط الله ينور عليك لكن اللي مات فجاه ده ما رت... لا ارتاح ولا بنبقى ايه اللي حصل؟ هتلاقي هتلا اهله كده واهل بيته في العزاء ما انتيش فاهمه لهم ان شوك في صدمه ان مور ذان سادنس اكتر من آه الحزن من اكتر حزن. من اي صح. حاجه. ف يعني ان انا ادي الطفل فرصه هو كمان يودع ده مهم وصحي. انت بتقولي حاجات بتضربي الثوابت النهارده يا دكتور. فعلا؟ بتضربي في حاجات ربنا اه طبعا. انا, أنا ما اقولش ان هو مات لحد ما يكبر ويفهم. يعني انا فاكره انا جده ابويا الله يرحمه ما قالوليش غير بعد سنتين انا كنت بحبها كانت اسمها تيتا الكبيره كانت بتحبني قوي مم. ما قالوليش غير بعدها بسنتين ثلاثه كنت كنت كبيره كنت 12 سنه مم. ما قالوليش غير بعدها بسنتين هي راحت فين؟ ما تسالش عليا ليه؟ هي فين؟ وفاكره انه يوميها عملت حركه غريبه جدا قعدت اكتب اسمها على رجلي بالقلم ما اعرفش ليه يعني مم. بكتب على جسمي اكنّي عايزاها معايا اه انا ما اعرفش ده تفسيره ايه لحد النهارده مع ان انا ثبتيها يمكن الايه؟ تثبتي العلاقه ممكن اه ممكن وكان جايبالي هديه انا شايلاها لحد النهارده موجوده يعني هديتها موجوده بس لا. ما لو كانوا قالولي ساعتها برضو ما كنتش استوعب يعني بحط نفسي برضو مكان الاطفال <applause> انه فجأه كده معقول يعني. هي كبيره في السن <applause> من كبار في السن بس لا معرفش انا يعني أنا انت بتضربي ثوابت انه في العادي ما بيقولوش دلوقتي بتقولي لا لازم نقول ولازم يروح عشان نعلم الناس ويشوفوا بطنه مفتوحه واتس اوكي okay". ايوه ما احنا لازم نبطل نعمل اللي بنعمله ده ونخرج آه. ناس هشه ما هياش عارفه تختبر الحياه العاديه م. دي دي لسه مش تحديات الحياه على فكره ده ده العادي م. الميلاد والموت ده العادي دي مش التحديات دي ده اللي احنا لسه التحديات في شابتر تاني هتكبروا وتعرفوا ان انتوا كنتوا في نعمه عارفه اللي هو اه والله احنا بنكبر ليه عارفه تقعد تفكر كمان نفسك وانا كبرت ليه صح اه يا المفروض يصرحوه بقى من دلوقتي هنبدا نقولها ازاي لعلي هنقول لعلي بقى احنا عايزين نعتذر الاول على اللي احنا عملناه صح؟ هنا نوقع. في حيرة هل هنقول إحنا كنا مخبيين عليك ولا إحنا هنقول على طول اللي حصل ده قرار هياخده الأب والأم بتوع علي لا انصحيهم انتو ما هو بعد اللي انتوا عملتوه ما تزعلوش مننا إحنا لازم ننصحكوا على قد ما نقدر يعني أنا هفضل الصدق والصدق ده معناه إن إحنا هنقعد مع علي الأب والأم يعني أنا بتكلم بلسانهم وهنحس يعني انت حاسس بإيه عند جده ، أنا حاسس ان هو مش موجود هو جده كان تعبان وده اللي حصل وأنا كنت خايفة أقولك وشايف أن أنا لازم أقولك وحصل كذا 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 وجمل بقى مش حواديت بقى صعبة الفهم يعني انت معاك حق هي حاجة تزعل أنا كمان زعلان جدا ومش عارف أعمل ايه بس هو دلوقتي مات ولازم أقول كلمة مات أو قلبه بطل يدق أو بطل يتنفس او خلاص ما بقاش معانا وقادر يتحرك كده يعني جمل قصيره مش بقى الحدوته وراح وطلع وبياكل ومبسوط و... <تصفيق> <تصفيق> يعني بلاش حواديت العالم الاخر في اللحظه الصعبه دي يعني هي دي لحظه صعبه محتاجه جمل قصيره اللي بس تصور ان في نهايه والمشاعر تحضر بقى بس يعني أنا المفروض اقفل عليه ان هو يجرني الاسئله صح لا اسمح بالاسئله واكون جاهزه ان الاسئله هتتكرر هي نفسها كتير بس بطرق مختلفه عشان لو عارف عارفه انا عصبيه شويه اه يعني هو الطفل دايما عايز يكون معنى ماما هو طلع في ايه في الطياره اه طلع في يعني كبسوله في الجو طلع ازاي طيب اه ما <applause> 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 عشان انت بتحكي حدوته اه وطلع في السماء وراء يعني ممكن اشوفه بلاش الحاجات تبقى <applause> <كده. تصفيق> صعبه جدا طبعا ما تلاقي اطفال في عيني امهات بتبقى بتضحك وفي امهات بيبقى عصبيه شويه فاسكت خالص ما تتكلمش تاني اكتر من كده اه وفي يعني أوه. برضو ده بيشكل عليهم ضغط مم. ان عمال يفتح الموضوع ممكن تبقى انا في لحظه ما صدقت نسيت ساعه مم. طبعا ف... طب ولو كان عارف من بنت عمته بقى يعني دي اخر حاجه اختم بيها معاكي انت قلتي نعمل ايه مع علي وكل حاجه وثانك يو على كل حاجه يعني شكرا لو كان عارف من بنت عمته اللي عندها سبع سنين كان هيبقى ايه التصرف؟ كان الطفل ممكن يخش في ايه؟ لا عايزه اسمع دي هختم بيها عشان يصدقوا ولا هيفقد الثقه بقى؟ هيحصل ايه لما يفقد الثقه؟ يبقى مش بيصدقهم يبتدي يعمل بقى تصرفات كده فيها تضييق. زي ما وجعوه؟ ممكن ينتقم؟ يعني الاطفال اكثر براءه من كده، احنا اللي بنفكر كده. لا ما ده هو بيعرف ان انت هتتضايقي فيقوم يقلب لك مش عارف ايه، يقوم يوقع لك الكوبايه وهو ماشي، يقوم يدلق لك مش عارف ايه على الارض، وعارف ان انت تضايقي ما تضايقتيني يا مامي. ايوه بس ما هو ده الانتقام بالنسبه له اكيد مش هيتنقم يعملي خطه يعني ده انا, دا دا أنا يع... <applause> لا لا هو ده الترايل اند ايرور بالنسبه له الهدف آه. منه لفت النظر. اه عايزه ان مامي تشوفه حتى لو بالزعيق ما هي مش فاضيه. <تنطط> يعني ما انا حاولت اتنطط حواليها واخد حضن او اعمل والعب واتشقلب وما في طب اهو وراح موقع الماما حطيت صباعي في الكهرباء الكهرباء <خصفيق> <تساعت> 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 يا اي <تساعت> مشهد <تساعت> <تساعت> هيجيب مامي وفعلا مامي تيجي على مالها وشها ومش مهم انها بتزعق ما انا بحبها في كل حاجه يعني أحوالي. ده ما يبقاش انتقام ده بيبقى لجذب اهتمام بالظبط <تساعت> احنا بنفهمه <من> غلط <وغلق> احتياج للشوفان حلوة دي احتياج للشوفان هم هم كلنا واحنا اطفال محتاجين نتشاف <تساعت> حتى <تساعت> لو بالزعيق على فكره ان إحنا, احنا بنحب حب غير مشروط صح طبعا ثانك يو ميرسي لك جدا 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 بشكرك جدا ثانك يو ثانك يو فور يو ميرسي شكرا يا سيلي. واستنونا بعد الفاصل وانتي بالذات يا ريهام ولكل ام واب مروا بنفس التجربه استنونا بعد الفاصل هرجع اتكلم معاكم شويه قد كده استنى